جت حادثه السيل الحافله دي واصابه 3 من لاعبي الجزائر خلصت المساله. اصبحوا الجزائريين على حافه من الانفجار ضد المصريين، مش ضد الاعلام المصري بقى، كانوا حتى هذه اللحظه ضد الاعلام المصري. يعني الجماهير حضرتك والشعب دول كانوا فئه مظلومه او فئه مش فاهمه الشعب المصري؟ الشعب. طبعا طبعا، ولغايه اللحظه الاخيره مش فاهمين، لغايه اما انا بكلمك دلوقتي الشعب المصري بيعتقد ان الجزائر دي دوله عدوانيه الى اقصى درجه، وده غير حقيقي، غير حقيقي بالمره. انا لم ازر الجزائر من 1989، يعني بقى لي 20 سنه ما رحتش الجزائر. بس لما زرتها في الثمانينات وجدت شعب بيعشق مصر. خد بالك انا بتكلم على الثمانينات، انا كنت بمشي في الشارع والناس ماشيه ورايا، ماشيين ورايا بمجرد يسمعوني انا بتكلم، حابين يسمعوني يقول لك ايكوت ايكوت البارل ايجيبسيان، اسمع ده بيتكلم مصري مش بيتكلم عربي، ايكوت اسمع دقق السمع البارل ايجيبسيان، تخيل شوف بيقولوا ايه. بقالي 20 سنه ما رحتش الجزائر، مش عارف ايه التغيرات اللي حصلت فيها، لكن انتهى الامر وحصلت الواقعه ودارت العالم والعالم كله شاف الاعتداء على الحافله، والفيفا جاله بيان، والمراقبون المحايدون واحد مصري واحد سوداني واحد سويسري وواحد مغربي سجلوا من الحادث. كل اسف. ليه حضرتك انا الشعب المصري حاسس ان روراوه تفوق على سمير زي هاني بوريد؟ لا، هو انا لا يمكن اوافق على هذا الكلام، لا روراوه تفوق على سمير زاهر وهاني بوريدا، ولا هاني بوريدا وسمير زاهر تفوقوا على روراوه، ولم يكن اساسا بينهم معركه، ده جهل مزيد من الجهل. ايوه بس هو في مصر اتحرك كويس قوي، بص حضرتك عمل فايل كويس قوي، ولا كل هذا كلام غير واقعي وغير صحيح. اللي حصل ان بعد الاعتداء على سياره الاتوبيس الجزائري، روراوه كرئيس للاتحاد الجزائري ورئيس للبعثه وراجل موجود في مصر، قام بدوره، خد بالك قام بدوره، استدعى المراقبين وعمل محضر بالواقعه وترك المراقبين يقوموا بدورهم فقط. الجزائريون لم يفعلوا اكثر من كده. لا بس حضرتك بعت ملف للفيفا وقال ان عايز ان ولا وبص حضرتك الجزائر طلبت من الفيفا طلب واحد، تاجيل المباراه يوم، والطلب رفض. يبقى هل الجزائر كان عندها اي نفوذ؟ كان عندها اي قوه؟ كان عندها اي صلاحيه؟ كان عندها اي شطاره؟ الطلب الوحيد اللي طلبوه الجزائر اترفض. لا وطلب التعهد كتابي من لا ده المراقبين بقى. ده المراقبين. والمراقب اعلن هذا الدكتور كمال شداد اعلن، قال انا طلبت ان المباراه تلغى الا اذا المصريين قدموا تعهد مكتوب. بس التصفيق.